ما سبب ارتفاع أرقام تزويج القاصرات في المغرب؟ من الأحسن الإنسان يجوج بنيته صغار ويتهنى مع راسه. كتكون عندك بنت هي قاصرة أنها بغات واحد، يعني غتحداك وتقدر تهرب معاه وتقدر تدير معاه بزاف ديال الحوايج. كاين بعض الرجال كيبغيو ياخذوا بنت صغيرة. البنت لا يمكنها أن تغتصب في صغارها. 650 مليون امرأة تزوجت وهي لا زالت قاصرة. البنت إلا مابقاش كتقرا دونك خاصها تدخل لمؤسسة الزواج. اكزاكتومون، دونك كاين بزاف ديال البنات اللي راهم مزوجين يا اما بالفاتحة يا اما مزوجين بالكونترا. فتاة ديال 15 سنة شحال هادي راه ماشي هي دابا ديال غادي نجيو غادي نجي لك الاخت هدى. استثناء الاستثناء، لان ملي لقاو بنت عندها 12 سنة او 13 سنة او 14 سنة وتزوج ما تنقولوش لا هذه خاصها تزوج حيت ما خداتش حقها من التعليم. يعني ما كتشوفوش الحالة النفسية ديالها، ما كتشوفش حتى شي حاجة. الطبيب الذي يقدر عمله تنجز واحد الخبرة. طلبات ديال الرفض تفوق بكثير لو ماكسيموم ديال الأذونات ما كتعداش 14%. تم إرفاع تحدي الحوار في منطقة حضر فيها النقاش. منطقة محظورة الثلاثاء على الساعة 9 مساءً.